سماتي عين خيار قص وعين قصبة بالإضافة إلى منطقة أم الديس ببوثلجة وجبل البدوي بأدرعان. عناصر الحماية المدنية اشتغلت في الميدان في ظروف صعبة بسبب الظروف المناخية التي ساعدت على انتشار الحريق وصعبت من عملية إخماده. وكما أشرنا سابقا تم غلق الطريق الوطني رقم 44 لرابط بين منطقة بوثلجة والطرف أمام حركة السير. إذن فقط نشير بصفة عامة وكحصيلة عامة، تم تسجيل 26 حريق بتسع ولايات، 10 حرائق بولاية الطرف، 4 حرائق بولاية سوقهراس، 4 حرائق بولاية سطيف، حريقين في كل من ولايتي سكيكدا وقلمة، حريق بولاية تيبازا، حريق في تيزي وزو، حريق بولاية جيجل، وحريق آخر بولاية بجاية. من الطرف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية السيد سيف الدين مدسي، أهلا بك سيدي. لو تضعنا في الصورة العامة وإلى غاية هذه اللحظة، أشرنا إلى أنه كان في حرائق عديدة بكل من بلدية ومنطقة مشتت حدا، قرية سماتي وعين خيار، عين قصبة، منطقة أم الديس وجبل البدوي. ما هي الحرائق التي لا تزال مشتعلة إلى غاية اللحظة؟ نعم زميلتي، مساء الخير إليك وإلى جميع المشاهدين. نحن الآن على مستوى حريق بمنطقة القرقور القريب من بلدية الطرف. أعواننا راهم متواجدون على مستوى نقاط الحريق بغرض منع انتشار الحريق ووصوله إلى السكان. كذلك ما زالت عملية الإخماد الحرائق الأخرى متواصلة بمنطقة حمام بني صالح، بالإضافة إلى منطقة عين قصبة، منطقة سماتي، كذلك منطقة مشتت حدة، حريق منطقة عن خيار، بالإضافة إلى حريق منطقة الدرعان، وكذلك نشوف حريق آخر بالقالة. جميع الأعوان سخرت مديرية الحماية المدنية لولاية الطرف جميع الإمكانيات البشرية والمادية لأجل إخماد هذه الحرائق. أعواننا راهم متواجدون عبر جميع نقاط هذه الحرائق لغرض إخمادها وكذلك تجنب وصولها إلى السكان، وهو الهدف الأسمى. نعم. طيب هل فيه تدخل من وحدات لولايات مجاورة، بما أنه عدد الحرائق والحريق سجل في العديد من المناطق والبلديات؟ لحد الساعة راهي متواجدة الوحدات العملية لمصالح الحماية المدنية وتطارف. لحد الآن راه مصالح الوحدات العملية وتطارف، جميع الوحدات راه متواجد العملية وتطارف راه متواجدين على مستوى هذه الحرائق. يعني الحمد لله رانا تقصد الحرائق ان شاء الله راه نتحكم فيها، وكما سبق وان ذكر يبقى هدفنا وهو حمايه السكان والمواطنين. هذه الحرائق ما نشوف اخمادها وحدنا بالتنسيق مع كذلك مع رجال محافظه الغابات لولايه الطرف، بالاضافه الى عناصر الدرك الوطني. طيب ما هو اكبر حريق مسجل على اي مستوى اي منطقه، وهل هناك ايضا تخوف من انتشار هذا الحريق على مساحات اكبر بحكم كما اشرنا الظروف المناخيه، وكذلك ربما هل هذه المناطق وهذه الحرائق تتواجد في مناطق ذات تضاريس صعبه؟ نعم بطبيعة الحال هذه الحرائق وجودها في مناطق ذات تضاريس صعبة مما يعيق يعني من المجهودات المبذولة لإخماد هذه الحرائق، بالإضافة للارتفاع الكبير لدرجة الحرارة وكذلك الرياح التي تساهم في انتشار الحرائق. يبقى من اكبر الحرائق المسجله على مستوى الطرف لدينا حريق يسجل من ابتداء من يوم امس بمنطقه حمام بني صالح وتتوسط عمليه اخماده لحد الساعه، بالاضافه الى حريق منطقه عين قصبه ببلديه الطرف، وكذلك الحريق الثالث الكبير وحريق منطقه القرقور ببلديه الطرف، ونسعى من خلاله لاخماده وكذلك حمايه المواطنين والساكنين المتواجدين بالقرب من هذه المواقد. سبق وان ذكرت كذلك اعواننا راهم على اهبه الاستعداد وراهم متواجدين جميع الاعوان بمختلف الرطب عبر مختلف النقاط تشهدها الحرائق بيت الطارف.
منذ يوم أمس هل هناك حرائق تم السيطرة عليها تماما لتعيد والاشتعال من جديد سيد سيف الدين المدسي، أم الظروف ومتحكم فيها وهناك حرائق تم السيطرة عليها ولم تشتعل من جديد؟ يوم امس كان لدينا حريقين، حريق بمنطقه عين قاسبه وكذلك حريق بمنطقه حمام بني صالح. هادم اليوم امس سجلنا هادم الحرائق الاثنين، هادم الحرائق كذلك الظروف المناخيه ساهمت في انتشار الحريق. هذه الحرائق سجلناها من يوم امس وعمليه اخمادهم الى غايه هذه الساعه. كذلك اليوم نشبت عديد الحرائق الاخرى التي سبق وان ذكرتها، وان شاء الله سيتم اخمادها ان شاء الله. كما قلت هدفكم الاول هو حمايه المواطنين، يعني الى غايه هذه اللحظات لم يتم تسجيل اي خسائر بشريه او حتى اصابات بحروق لبعض المواطنين هناك، ماذا عن الخسائر الماديه؟ نعم، لحد الساعه وهو تم تحويل واجلاء خاصة إسعاف المجموعة من الكبار الست الذين يعانون من ضيق في التنفس وأصحاب الأمراض المزمنة نتيجة الدخان الكثيف المتصاعد الناتج عن هذه الحرائق. تم تقديم لهم الإسعافات الأولية اللازمة من طرف أعوان الحماية المدنية في سيارات الإسعاف وتحويلهم من طرف مصالحنا إلى مستشفى الطارق. راهم سيارات الإسعاف متواجدة بالقرب من معظم الأحياء التي تشهد هذه الحرائق، وهذا من هدف التدفق السريع من أجل وتحويل المواطنين إلى المستشفى. طيب، كسؤال أخير، إن تمكنا من الاستماع إن كان الاتصال واضح، سيد سيف الدين، اليوم نطلب من المواطنين فقط أخذ الحيطة والحذر، خصوصا المواطنين الذين يقطنون بهذه المناطق، ما هي أهم النصائح وحتى الرسائل التي توجهونها لهم؟ نعم، بطبيعة الحال زميلتي نحن نتقدم بنصيحة إلى جميع المواطنين، كذلك بضرورة التبليغ عن اشتعال أي حريق، الاتصال بمصالح الحماية المدنية على الرقم الأخضر 10121. كذلك أنصح جميع أصحاب الأمراض المزمنة والكبار في السن والأطفال بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى. كذلك تفادي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى اشتعال الحرائق، ومن ضمنها تفادي رمي السجائر، ومثل ما سبق وذكر في حال أي خطر سواء وجود حريق أو في حال إسعاف أي مريض لتصب مصالح الحماية المدنية التي تبقى مهامها حماية المواطنين والوطن. طيب، كسيناريو محتمل في حالة ما إذا كان فيه صعوبة أكثر في التحكم في هذه الحرائق بحكم أولا التضاريس وكذلك الظروف المناخية، هل ستستعينون بوحدات لولايات مجاورة؟ بطبيعة الحال لو يمكن الاستعانة بالولايات المجاورة، ولكن هذا عندما انتشار الحرائق وتخرج عن السيطرة. نعم. السيد سيف الدين مدلسي مكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الطارف، بالتوفيق في مهامكم ونشكركم على كل هذه التفاصيل. إذن مشاهدينا، كما يظهر في الخبر الظاهر أسفل الشاشة، حصيلة الحرائق بعديد من ولايات الوطن، حيث سجلت المديرية العامة للحماية المدنية 26 حريق بتسع ولايات، وهي كالتالي: 10 حرائق بولاية الطرف، وبالتفاصيل الكاملة استمعنا إليها من طرف المكلف بالإعلام السيد سيف الدين مدسي. هذه الحرائق بعديد ولايات الوطن، وعناصر الحماية المدنية بولاية الطارف تعمل في الميدان جاهدا من أجل السيطرة على هذه الحرائق، كما تم تقديم بعض النصائح من المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بولاية الطارف للمواطنين: التبليغ عن أي حريق يتم تسجيله في أي